فيديوهات أخبار اليوتيوبرز تأتيكم كل يوم أحد وثلاثاء وخميس على تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات، 8 بتوقيت السعودية، والـ6 بتوقيت الجزائر والمغرب. أنا عم واجه شيء خلف الكواليس أنتوا غير دارين عنه تماماً، لأنه أنا عم عاني بحياتي. صح؟ تحتاجني أنت تحتاجني بحياتك. Gnaiden. You're sick. You need help. هدول مو حقيقيين. من بعد رحيل عبود العمري ومن فترة لفترة بيشارك أصدقاء المقربين مصنع المحتوى ستوريهات معبرين من خلالها عن مدى اشتياقهم له، فعبرت رغدة كيوميشيان عن مدى تأثرها لرحيله لهذه اللحظة من خلال ستوري انستغرام علقت من خلاله بي: كل ما أفكر حالي استوعبت واقتنعت في اللي صار، وأني بتحمل أتفرج على صورك وفيديوهاتك وكل شي بيطلع قدامي فجأة بكتشف أني برجع بنكسر كأنه أول مرة بسمع الخبر. في كلام جواتي ومشاعر ما حدا بيعرفها غير ربنا. قمر الطائي معروف حبها وشغفها لعالم التمثيل وحلمها أن تصبح ممثلة مستقبلا. أحكي لك حزني بس بطريقة تضحك شوي. فمن خلال هالستوري مجيبة عن سؤال متابعة كان عن متى ممكن نشوفها ممثلة بتركيا، وإجابة قمر كانت هيك: أوكي نجي سافر التمثيل كل شي بوقتها حلو، بس أنه أمثل بتركيا صراحة قدمت وانقبلت، بس ما رح أمثل بتركيا لأنه التمثيل بتركيا إذا تفكرون بيها كلش أوفر، يعني كأني بنية مسلمة وهاي وعربية فشوية صعب. جلال عمارة تخطى حاجز 2 مليون مشترك على قناته على يوتيوب، واختار الاحتفال مع متابعينه بهالمناسبة من خلال آخر فيديو نزل على قناته على يوتيوب، فألف مبروك لجلال عمارة. Happy birthday to you. لا مو happy birthday، هل أول شيء يتمنى أمنية؟ أسامة مروة أيضا يقترب من رقم جديد، فمع اقترابه من 5 مليون مشترك على يوتيوب شارك أسامة هالستوري وبيّن من خلاله عاصفة وعلق بي: الهدوء ما قبل العاصفة. فهي العبارة دائما بيشاركها أسامة قبل تنزيله لفيديو من فيديوهاته المجنونة على يوتيوب، فالظاهر أنه عم بيحضر لفكرة فيديو مجنون جديد، رح نعرف كل تفاصيله قريبا جدا. غيث مروان ورغم معاناته من مشاكل صحية إلا أنه متواصل بنشر الإيجابية من خلال فيديوهاته على قناته على يوتيوب مع جمهوره، فمن خلال آخر فيديو شارك ووضح سبب غيابه على يوتيوب لفترة معتبرة، والسبب كان مشاكل على مستوى القولون. فانتشر ستوري لغيث قبل أيام ظهر فيه متواجد بالمستشفى، وصرح غيث خلال الفيديو أنه عم يخضع للعلاج واتباع وصفة أدوية، وإن استمر الوضع بعد مدة رح يضطر للخضوع لعملية جراحية، فدعواتكم له بالشفاء العاجل. برهوم معراوي ومن خلال ستوريات انستغرام صرح أنه عم بيعاني من مشاكل عديدة خلف الكواليس، ولكن لم يحكي عنها لحد الآن، ومن بينهم محاولات عديدة من أطراف مجهولة لتهكير حساباته، ومن بينها قناته على يوتيوب وصفحته على فيسبوك وانستغرام. رغم كل شيء أنا بعد بسوي على الستوريات من أنه نحفات وضحك ومياعة واللذي منه، أنا عم واجه شيء خلف الكواليس أنتوا غير دارين عنه تماما، وغير يعني أنا مو مضطر أطلع أحكي لكم يا، لأنه أنا ما بحب أنشر طاقة سلبية وارجيكم أنه أنا عم عاني بحياتي. فالقصص اللي عم عاني فيها فعليا أنه أنا كل حساباتي على السوشيال ميديا عادي عم تتهكر، قناتي الثانية من فترة أسبوع نزلت ستوري أنه قناتي عم تتهكر وحاولت أرجع الحمد لله. من 3 أيام على الضبط قناتي الأساسية تهكرت ورجعتها بدون ما حدا يعرف أبدا. حاليا حسابي على الفيسبوك كمان تهكر، كمان حاولت أرجعه الحمد لله. ما بعرف بكرة إذا بصحب لقي الانستغرام موجود ولا لا، فإذا ما لقيته موجود ما بعرف شو بدي أسوي، بس يعني الحمد لله على كل شيء. مريم الخالدي متواجدة حاليا بتركيا، حيث أعلنت عن وصولها لهناك قبل يومين لرحلة عمل، حيث شاركت فلوج رحلتها على قناتها على يوتيوب وعدة ستوريهات على انستغرام من هناك. جنايدن.
نور ستارز ومن بعد عودتها من فرنسا لدبي ومن بعد ما عبرت عن اشتياقها لكريم التحقت به فورا للندن وشاركت ستوريهات رحلتها ولقائهم هناك، فهيك إشاعات حبهم عم تزداد من طرف جمهورهم ونور ستارز لم تصرح رسميا عن ذلك، فشو رأيكم أنتو؟ يا لندن علامة وكيف حالك؟ سلام ليه شندك قاعد بلندن؟ شو عندي؟ إجازة تغيير دوم شغل شغل. على فكرة اللي ما بيعرف كريم كان عايش يعني هواي لندن، فلما يريد يسوي فيكيشن يجي لندن. تحتاجني انت تحتاجني بحياتك. طيب شو سوي؟ ما في غير نور وحدة اقطع روحي. سيدرا بيوتي نشرت هالستوري واللي أظهرت فيه قبعة التخرج الخاصة بها على انستغرام، حيث راح تتخرج بعد 5 أيام وممكن تترك السويد نهائيا ورسميا متجهة لدبي لتلتحق بإخوانها اللي استقروا رسميا هناك قبل فترة قصيرة. فألف مبروك لسيدرا التخرج مسبقا. نور ستارز وقبل ساعات صدمت الجميع بمتابعة شيرين بيوتي على انستغرام من بعد ما عملوا انفولو لبعض قبل اكثر من سنة، من بعد خلاف كل من نارين بيوتي ونور ستارز اللي اكتسح السوشيال ميديا وصار ترند انذاك. فهل هذا يعني لقائهم وبداية الصلح بينهم؟ فشيرين بيوتي ردت المتابعة لنور ستارز بعد دقائق قليلة. فسلسلة نهاية الخلافات على السوشيال ميديا عمت آخر فترة من بعد صلح كل من نارين بيوتي وغيث مروان وأنس وأصالة، فهل ممكن نشوفهم من جديد مع بعض مثل سابقا بالفيديوهات القادمة؟ خبروني رأيكم تحت بخانة التعليقات. شيرين بيوتي صدمت نارين بتسريبها لرقمها الخاص بالغلط، فنشرت ستوري وعلقت بي جبت العيد أنا اليوم راح أتقلع من البيت، ونشرت ستوري ردت فعل نارين على ذلك. وهون نكون وصلنا لنهاية فيديو الأخبار. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات لتوصلكم كل أخبار اليوتيوبرز أول بأول، ولا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على انستغرام عم ننشر فيها أخبار يوميا، وساعدونا نوصل 200 ألف متابع بأقرب وقت. بشوفكم بالحلقة المقبلة، إلى اللقاء. فيديوهات أخبار اليوتيوبرز تأتيكم كل يوم أحد وثلاثاء وخميس على تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات، 8 بتوقيت السعودية، والـ6 بتوقيت الجزائر والمغرب.